سابقا عن ضمادات الجروح ومخترعها إيريل ديكسون وقصة اختراعه لها. ومتى نلجأ إليها؟ عند إصابتنا بجروح وخدوش أو كدمات. أما الآن عزيز الطالب، نستكمل الحديث عنها من خلال توضيح معاني المفردات والتركيب، صفحة 45. صل الكلمة في العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني. كدمات، خدوش، ضمادات. كدمات: آثار في الجلد ناجمة عن ضربة جسم صلب دون جرح. خدوش: آثار في الجلد دون إسالة الدم. ضمادات: لفائف تربط بها الجروح أو الكسور. السؤال الثاني: اختر من الصندوق كل كلمتين تقاربان في المعنى الكلمة في الأسفل واكتبهما في الفراغ. ابتكار، تطبيب، جهز، أعطى، أخذ، معالجة، اكتشاف، وهب، وحضر. أعد بمعنى حضر أو جهز. اختراع بمعنى اكتشاف أو ابتكار. مداواة بمعنى معالجة أو تطبيب. منح بمعنى أعطى أو وهب. وإذا أردنا أن نوظفها في جملة مفيدة نقول: أعد المهندس أدوات للمشروع. اختراع: قام أديسون باختراع الضوء. مداواة: عملت الوفدة الإسلامية على مداواة الجرحى. منح: منح كاتب مفلح عبيدات روحه فداء لثرى فلسطين. السؤال الثالث: اكتب في الفراغ أمام كل جملة معنى ما تحته خط مما بين القوسين. معقم، تطوير، ترقية. منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته. رتبة أعلى تعني ترقية. ربطت الطبيبة الجرح بقماش خال من الجراثيم. خال من الجراثيم تعني معقم. تعمل الشركات على تحسين منتوجاتها باستمرار. تحسين تعني تطوير. أما الآن ننتقل معا إلى الفهم والاستيعاب، الصفحة 46 لدرس ضمادات الجروح. السؤال الأول: ماذا يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات؟ حين يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات يلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح. السؤال الثاني: لماذا فكر ديكسون في اختراع ضمادات الجروح؟ فكر ديكسون في اختراع ضمادات الجروح لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل، لتستغني بذلك عن الضمادات الكبيرة التي تغطي العضو المصاب كله. السؤال الثالث: كيف ساعد ديكسون زوجته على مداواة جروحها بسهولة ويسر؟ ساعد ديكسون زوجته على مداواة جروحها بسهولة ويسر حيث ألصق قطعة صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاصق وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة. السؤال الرابع: بما حظي ديكسون بفضل اختراعه؟ حظي ديكسون بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه.